السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في فترة جديدة ومتجددة عبر الاستوديو المركزي للشروق الإخبارية. الموعد الإخباري سيتواصل معكم في ساعة ونصف من الزمن، وفي ملف نقاشنا الأول الذي سأناقش فيه عن ترشح الجزائر المرشح الأبرز لمقعد بمجلس الأمن الدولي، إذ تراهن الجزائر حيث أيام قليلة قبل إجراء انتخابات تجديد الأعضاء غير الدائمين لمجلس الأمن الدولي في 6 جوان المقبل، تترشح الجزائر لنيل مقعد بالمجلس ممثلة للعرب والأفارقة في أرفع هيئة أممية. الجزائر تحظى بدعم قوي من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. الجزائر متابعين الأكارم كانت قد نجحت قبل سنة في نيل ثقة المجتمع الدولي عندما حصدت ما يقارب 178 صوتا، وهذا في إطار انتخاب الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. في المحطات التي راهنت عليها الجزائر التي تحظى بدعم قوي من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الجزائر كانت قد نجحت كما سبق وأشرت في نيل تصويت 178 صوتا من أعضاء المجلس لحقوق الإنسان. كيف للجزائر، وهذا بعدما كانت قائدة للقمة العربية بالجزائر في نوفمبر الفارط، إلى أي مدى يمكن لقيادة الجزائر الناجحة للعرب في القمة العربية، كيف يمكن أن تعطي فرصة فريدة لتعبئة الجهود والنوايا الحسنة لكافة الأطراف الفاعلة لتعزيز التضامن العربي والأفريقي لنيل الجزائر هذا المقعد في أعلى هيئة أممية؟ سأناقش الموضوع مع ضيفي الكريم الأستاذ الجامعي المتخصص في تاريخ العلاقات الدولية الأستاذ جلال شقرون. أرحب بك معنا، مساءك سعيد أستاذ. مرحبا أختي وسام، أهلا وسهلا ومرحبا بك وفي المشاهد داخليا وخارجيا. أهلا بك. الجزائر التي جددت تمسكها بالدور المحوري لها في القضايا الأممية، القضايا العادلة سواء على الصعيد العربي أو الأفريقي، الجزائر اليوم تترشح لنيل مقعد بأعلى هيئة أممية مجلس الأمن الدولي، برأيك إلى أي مدى تحظى الجزائر بدعم دولي، يعني دعم أفريقي أو عربي لنيل مقعدها بالأمم أو بمجلس الأمن الدولي؟ أبدأ من حيث قلت تحظى الجزائر بمكانة دولية. الجزائر حقيقة تحظى بمكانة دولية ومكانة إقليمية، وكذلك على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي والدولي، وذلك لتدخلها في العديد من القضايا الدولية محاولة أو لإيجاد حلول سلمية لها حسب ما تمليه القوانين والأعراف الدولية في هيئة الأمم المتحدة وكذلك هيئات الدولية سواء منها والعربية وحتى الإسلامية في المؤتمر الإسلامي. اليوم في خلال هذه السنة سيتم ترشيح الجزائر، ستترشح الجزائر، وذلك لسنتي 2024 2025. وطبعا الجزائر لها نظرة ثاقبة ونظرة مستقبلية في الحيلولة وإيجاد حلول آنية وحلول كذلك ذات بعد مستقبلي للعديد خاصة منها القضايا العربية ومنها كذلك القضايا الدولية، وها هي اليوم تسعى إلى إيجاد حلول لما يحدث من صراعات في الوطن العربي سواء في ليبيا أو اليمن أو سوريا أو حتى العراق وكذلك السودان. ها هي اليوم تتدخل بطريقة سلمية وبطريقة رائعة من أجل إيجاد حل لإنهاء الاقتتال والصراع الذي شب ونشب
نعم أستاذ جلال شاقلون، هل أنت معنا؟ سنتواصل مرة أخرى مع الأستاذ جلال شاقلون، الأستاذ الجامعي المتخصص في العلاقات الدولية. إذا نناقش متابعينا لكن في ملف نقاشنا عن مدى فرصة الجزائر بعد ترشحها لنيل مقعد بمجلس الأمن الدولي أيام قليلة قبل إجراء انتخابات تجديد الأعضاء غير الدائمين لمجلس الأمن الدولي الذي من المقرر أن تكون في 6 جوان. أرحب بك من جديد أستاذ جلال شقلوم. سأمر معك لنقطة أخرى حتى نبحر أكثر في نقاشنا. أرحب بك من جديد، أنت معنا؟ نعم أنا معك. طيب أستاذ جلال شقلون، سنمر لنقطة أخرى حتى نثري النقاش أكثر. الجزائر بعدما احتضنت القمة العربية في مخرجاتها ومتابعتها لمدى تطبيقها ميدانيا اليوم، إلى أي مدى أعطت مصداقية الجزائر في تعاملها مع الملفات التي كانت لها الأولوية في قمة الجزائر؟ كيف يمكن أن تعطي دفعة أكثر في إطار تعبئة الجهود والنوايا من الأطراف الفاعلة التي من شأنها أن تساعد الجزائر على نيل مقعد غير دائما في مجلس الأمن الدولي؟ بالنسبة لهذا الموضوع، القضايا العربية التي تم تفعيلها وتم إشياء ملفاتها في القمة العربية التي عقدت في الجزائر خلال 1 نوفمبر 2020، نجد أن هذه القمة كان لها أثر كبير على المستويين العربي والدولي وحتى كذلك الأفريقي، لأن العالم العربي هو الذي هو أكثر المناطق الآن صراعا والأكبر المناطق الساخنة في العالم. والحقيقة أن الجزائر اليوم تسعى بكل ما تملك من حلول سلمية خاصة للقضايا العربية. والمخرجات التي توصلت إليها الجزائر والتي خرجت فيها الجزائر في القمة العربية، نجد أن الدول العربية كلها قد رحبت بها، وحتى الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة هيئة الأمم المتحدة التي كانت حاضرة وممثلة في هذه القمة. الجزائر تسعى دائما أن تتبنى القضايا العادلة، وأولى القضايا العادلة وهي القضية الفلسطينية التي لم تتراجع عنها ولن تتنازل عنها، واعتبرتها كخط أحمر لا يجب المساس بالموقف الخاص بالجزائر. الآن ما ستسعى إليه الجزائر في ترشحها لنيل كرسي في ومقعد في مجلس الأمن الدولي، وهذا لتتمكن من أن تدرج القضايا المحيطة بها والقضايا الإفريقية سواء العربية كذلك وحتى الدولية لإيجاد حلول لها في ظروف صعبة جدا جدا. وطبعا أنا أرى أن سيتم انتخاب الجزائر. لماذا سيتم انتخاب الجزائر وستحصل على هذا المقعد؟ وذلك نظرا للدور الدولي والإقليمي الذي تقوم به لنصرة القضايا العادلة بما تنص عليه وبما نصت كذلك عليه وتنص عليه الأعراف والقوانين الدولية. جهود الجزائر لنيل مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي لم تبدأ اليوم، ولم تستهل رحلتها الجزائر قبل أيام فقط، بل الرحلة استهلتها الجزائر قبل أشهر، خصوصا في مداخلة الجزائر بنيويورك في أحياء اليوم الأمم المتحدة. اليوم مبعوث الجزائر أحمد عطاف الذي حل قبل قليل لنيويورك أيام قليلة قبل انتخابات الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن الدولي، إذن إلى أي مدى يمكن أن نقول الجزائر في الطريق الصحيح أولا لنيل عضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي؟ ومن جهة، هل برأيك الأشواط التي قطعتها والجهود التي بذلتها الجزائر تكون كافية
لنيل عضوية في أعلى هيئة أممية؟ قضايا المعروفة حاليا في العالم العربي هي قضايا معروفة كقضية ليبيا وقضية سوريا وقضية اليمن والقضية الفلسطينية وقضية العراق، ثم القضية في أوروبا وهي حرب روسيا على أوكرانيا. ونجد أن الدول هي التي طلبت من الجزائر أن تتدخل في هذه الحرب الأوروبية والتي لها أثر سيء وآثار سيئة على الأوضاع في أوروبا، سواء من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية وحتى من الناحية الاجتماعية، وانعكست كذلك سلبا على المنظومة الدولية، بحيث عجز الاتحاد الأوروبي وعجز الولايات المتحدة رغم وقوفها إلى جانب أوكرانيا من أجل نصرتها ومن أجل إيجاد حل لها، لكنها لم تتمكن من ذلك. ولذلك نجد أن الاتحاد الأوروبي طلب من الجزائر أن تتدخل رسميا. هذه التدخلات وهذه الأعمال التي تقوم بها الجزائر من أجل إيجاد حلول للقضايا الدولية في العالم، لذلك هنا من هذا الباب يمكن أن أقول يمكن، والإمكانية قد تكون في 90% من أجل تتحصل الجزائر ويتم انتخابها وحصولها على مقعد غير دائم في هيئة الأمم المتحدة. كذلك ما تعانيه القارة الأفريقية، يعني ليس فقط من الناحية السياسية ولكن من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية، كانتشار الأمراض، انتشار الأوبئة، انتشار المجاعات، كل هذا في مجال ضمان حقوق الإنسان لصالح جميع الشعوب بشكل طبعا مباشر كان أو غير مباشر. اليوم الجزائر التي تضاعف الجهود في مجالات عدة في إطار العضوية التي تسعى إليها الجزائر، اليوم في حال تحصل الجزائر على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، ما هي القضايا التي وجب أن ترافع عنها الجزائر؟ أي بطريقة أخرى في سؤال أستاذ جلال شقرون، ما هي أهم التحديات التي تنتظر الجزائر في إطار القضايا التي وجب أن ترافع عنها الجزائر أمميا؟ طبعا مرافعة الجزائر قضايا العديد من القضايا الدولية خاصة منها العربية ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل، لأن فيه أعضاء دائمون، والأعضاء الدائمون يتشكلون وهم يتشكلون من الدول العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين واليابان وفرنسا وبريطانيا. نجد هذه الدول لها حق الفيتو، أي حق الرفض، بينما بالنسبة للأعضاء الغير الدائمين فإنهم لا يملكون هذا الحق. ولكن تستعمل الجزائر على التأثير على هذه الدول خاصة منها الصين، لأن الصين وروسيا الآن منضمتان إلى عضوان أساسيان ورئيسان في البريك. وطبعا عندما أقول بريك أن الجزائر تتقرب من هذه المنظمة باعتبار أن العالم الآن يعرف تشكلا وميلاد نظام دولي جديد، صعب على الدول أن تتقبل كل دولة من أخرى تتقبل طرحها. الولايات المتحدة لها طرح في هذه المسألة، روسيا لها طرح في هذه المسألة، الاتحاد الأوروبي له طرح في هذه المسألة. بجانب آخر نجد أن فرنسا في تصريح الأخير لماكرون عندما قال لا بد من التقليل من الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا دليل على أن العالم الآن يتشكل، والجزائر الجزائر تعيش مع هذه المتغيرات الدولية وتتقبلها وتحاول أن تتعايش معها. ولذلك سوف يكون طرحها في للعديد من القضايا العالمية خاصة قلت منها العربية والأفريقية وحتى الأوروبية، سيكون لها أثر كبير على مجموع الدول التي لها حق الفيتو وهي
الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن. نعم، في سؤال ختامي سجل شقرون اليوم، بما أنه رئيس الدبلوماسية الجزائرية مبعوث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف متواجد بنيويورك اليوم، كيف يمكن أن تبذل الجزائر جهود أكثر في إطار طبعا امتدادها وتعبئة جهودها ونواياها الحسنة كطرف فاعل في إطار تعزيز التضامن العربي بشأن قضايا جوهرية لبلورة رؤية مشتركة فيها أمميا هذه المرة وليس عربيا بعدما نجحت في قمة الجزائر في نوفمبر الفارط؟ هو المعروف عن الجزائر أنها لم تعرف حيادا في آرائها ولم تخرج عن المنظومة العالمية أو المنظومة الدولية في طرحها للعديد من القضايا، والدليل على ذلك على أنها دائما تسير بمبدأ، وهذا موجود في دستورنا، مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير. هذا المبدأ هو الذي سيرشح الجزائر، وكذلك الخطاب الذي سيلقيه واللقاءات التي ستتم مع وزير الخارجية أحمد عطاف في الولايات المتحدة الأمريكية وفي هيئة الأمم المتحدة هو الذي سيطرح مثل هذه القضايا، وبالتالي نجد أن الدول ما عليها إلا أن تنصاع، لأن الآن العالم كله يسعى إلى إيجاد حلول سلمية سريعة، لأن الأمور في أوروبا تعقدت. طيب. والصراعات زادت، ولذلك الجزائر سيكون لها دور فعال في العديد من القضايا الدولية. أشكرك جزيل الشكر أستاذ جلالي شقرون لمداخلتك معنا، شكرا لك لقبول الدعوة هاتفيا، كنت معي لإثراء نقاش الفترة الإخبارية الأول، شكرا لك جزيل الشكر. كما سبق وأشرت إذن الجزائر تتطلع للانضمام إلى مجلس الأمن عهدة 2023-2024. الجزائر والمرشحة الأبرز وأيام قليلة قبل إجراء انتخابات تجديد الأعضاء غير الدائمين لمجلس الأمن الدولي في 3 جوان. أذكر فقط أن مبعوث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، حل قبل قليل بنيويورك في إطار انتخابات الأعضاء غير الدائمين لمجلس الأمن الدولي.